مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج الحديث القياس. موضوع عدد اليوم راح يكون عن صلة الرحم بمفهومها الأساسي، زيارة الأرحام واللي يمثلوا الأقارب واللي هما أصول وفروع كل شخص فينا. وطبعا لما نصل أرحامنا راح ناخدو نيل رضا الله عز وجل وكطريقة لتعجيل الثواب. للموضوع بقية مع صبر الأراء ثم نعود. واش راكم دايرين اليوم هنا؟ الحمد لله يا خويا، مراسم تاع الوعده والفرحه والبزاوز ودراري، والحمد لله في هذه الساعه تاع الفرحه. سما بنادم يفاجئ الغمه ويفاجئ البزاوز بهذا الوعادي وهذا المراسم كيما هكا. الوعده يديروا هذه من جد للجد، هذه يعني حاجه داخله في حاجه داخله في الطورات، هذه من جد للجد هذه. يلا تقدر تقول لي علاش يديروا الوعده؟ علاش يديروا الوعده؟ يديروا الوعده على بزاف صوالح، باسكو الناس تتلاقى فيه، كان لي هذه شحال ما تلاقاوش، صلة الرحيم، كان لي تكون في بلعباس، كان لي تكون في مستغالم، كان لي تكون سعيده، والوعده هنا يتلاقاو، حتى ملي كانوا متخاصمين، هذه مده، كان شيوخ القبيله يلاقيوا بيناتهم ويديروا بينهم الصلح. بكري الناس كانت تقول لها الوعد، وحنا تو عندنا اليوم ولاو يقولوا الوعده. كاين بزاف الناس اللي متخاصمين صالحوهم. كاين اللي متفارقين على بعضهم بعض ردوهم، كاين اللي عائلات كانوا متفارقين ورديناهم بعضهم بعض، والحمد لله. صلة الرحم راك تشوف بلي راها كما بكري ولا نقصت؟ يا خويا نقصت بزاف. علاش؟ القلوب كحالت وقساحت، وتعرف علاش؟ هي ولات مصالح، صلة الرحم ولات مصالح خويا. يلا اليوم احنا نهضروا على صلة الرحم، انت عشت بكري، بكري واليوم الزيارة تاع الأقارب كانت كما اليوم؟ لا بكري كنت تزور وكنت تاكل عندها بعضها البعض وتشوف وتبغي بعضها البعض يا ولدي وتدير ولكم اليوم راها. علاش هذا؟ علاش اليوم صلة الرحم نقصت ما ولاتش كما بكري؟ ما بقاش كما بكري. سلام العيد. السلام ورحمة الله الساعي. الله يعاونك. الحمد والديك. راني ندير واحد الضالة، يا قلت نعرضك تجي تعاوني فيها. سما راك تخدم ضالة وخصك نجي نعاونك فيها. واه. صح. سما بورتو انتوما لا فامي، بصح تعرفونا غير في صوالحكم. هاني حنايا حنا الله يرحمها ماتت ما عزيتنيش. نهار لي با جا من العمرة كاع ما بانش حسك والو، ما باركتليش. انا نهار لي ضربت كان جور في السبيطار، انت قلت لهم راني مكندا وكنت مخزون غير في داركم. دروك جاي عندي تقول لي عاوني في الضالة، ولا لا هادي مليحة. لا العيد كي حناك الله يرحمها ماتت، راني كتبت لك في الفيسبوك الله يرحمها وعزيتك. كي الاب تاعك جا من العمرة انا الاول اللي هنيتك في الفيسبوك، وكي كنت مريض يا خويا كتبت لك الله يشافيك في الفيسبوك بالخط العريض.
اما لا باركت لي في الفيسبوك وهدرت معايا في الفيسبوك. قول لي واش عندك خصك نعاونك في الداله. في الداله واه. اما لا روح دير الداله وصورها وزفتها في الفيسبوك ايا وندير لك جام. زرقاء وزرق طبع المسيحية هرويل. ربي ربي يا خلقي وانت مليق هيك يا عالي الاقدار مخفتك خبيات. سير ياك سير سير يا عودي والليلة وين باتوا باتوا عند أحباب الزينين. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في موضوعنا واللي هو صلة الرحم. وبالطبع لما نكون واصلين لأرحامنا لابد من الإحسان لهم، نوصل لهم الخير ونشاركوا لهم الأفراح والأقراح. وحتى صلة الرحم ما تكونش فقط بزيارة الأرحام وطرق أبواب البيوت، وإنما تكون في استضافة الأقارب بأحسن استضافة وبأحسن معاملة، لأن القريب أولى وحق بالإحسان والصدقة من البعيد. نخلكم مع هذا السكات ومع عمي عباس ثم نرجع لكم، تابعونا. يا ودي الحمد لله بما رزقنا رب العالمين خير ربي. شوف ها هو الانسان اللي يخدم ويتعب ينال كما قالك صفي صفي واشرب، واذا شربت اشرب غير برزانة. اقنع بما عطاك الرب ما كانش الرزاق من غير مولانا. هاو الحمد لله بالخدمه وربي يعاونك. ايه سبحان الله خيرك يا عمي. صباح الخير. اه وليدي كيراك كيراك من خويا؟ لاباس. قول يا ولدي كي راه داير بيك؟ راه غايه الغايه وعليها راني جاي. اي راه متوحشك. قال لي لا تلاقيت عمك قول له يجي يرقب علينا. يا خويا اش نقول لك يا وليدي يا وليدي، قول له اني متوحشك انا اكثر واكثر. بصح هو على بالك او داري نستنى بواحد يجمع راهم جايين عندي، وقول له غير يسمح لي غير نتهنى ان شاء الله نجي عنده. اي صحه درك نقول له. اي تهلا في روحك. اي بقى على خير. في امان الله ولدي. روح روح الله يسهل ان شاء الله. روح اودي كي بغيت دير ما تعرف. هاو كان خويا هذا هاو كلها وتلعب صوالحها. هاو كي غادي ندير انا تلعب قبشين تلعب صوالحي تلعب خدمتي ولا تلعب خويا؟ ودي هالعلو الشيطان انتم قاعدين يحكي لنا حتى لهنا. سبحان الله العلو العظيم. هو في الحقيقه هذا الولد هذا خطير. هذا خويا وكبير عليا وانا ثاني مره نجي صغير يا ولد. انا ثاني راني كبير انا ثاني يزوروني ولا كيف؟ سبحان الله العلو العظيم والله العظيم.
راني غير نحوس عليك. غير الخير ان شاء الله أول. يا با راه مريض، راه مكمل، راه في السبيطار، وبغيت زعما لو كان تمشي ترقب عليه. لا باس على خويا، لا باس عليه، لا باس عليه، كي ندير ها واخدي انا، كي ندير كي ندير قوامي كونشرني بسي باش نهزهم. ها خويا خويا كي ندير ها خويا، ماذا بيا نمشي. بصح شوف شنقول لك، خلي حتى انا كي جاوش الوقت يجيبوني، خلي ما نجيب يا حوت قوايبي اغي بسكيت. اسمعني ولا ما جيتش يا ولدي، نتلاقى ان شاء الله في ديك الدار. تتلاقى في الدار الاخرى. هي صح درك نقول له. هيا روح يبقى الاخير. روح ولدي روح، الله يسعد يا ولدي. إلا حاصل في روحي ولي انا غادي يردوني طبيب ول اخلاص ابويا خاليه مني هاقي لي يمرض يجي عندي انا. انا تاني اللي في خدمتي سبحان الله. مريض عمري دار انا مرضى اخلاص ابويا. هادو غادي يغرسوا ان شاء الله هادو الايام هكا باش تزيد الحياه تنور وتزهر. شوف اسي فدا انتوما رزقكم راه جاي. ايوا عمي عمي ولدي ارواح خيرك يا ربي جاهز ولدي. كراك داير؟ راك تشوف ولدي يا با. ايه راه توفى، راه مات. ويلي قطعنا. ويلك ويلك ويلي قطعنا. يا خلاص اشكون ما تخبرونيش؟ رانا قلنا لك باللي كان في السبيطار. يا ولدي قولوا لي قدام لا يموت. مين كان المريض روحوا عندي يا خلاص دار تركم، مالكم دارين هاك؟ المهم مازال الحال. اروح باش تحضر للجنازة. يا ودي يا خلاص ابويا واش داني للجنازة وانا ما صبرت على خويا. يا ودي قدر لو خبر انا جمالي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شوف ودي قول لهم يا ودي خوتك وقول لباك الا ما تلاقينا في هذه الدنيا نتلاقاو في الاخرى. واش با ميت ونقول له انا وين نقول له؟ المهم انتم تلاقاو في ديك الدار ان شاء الله. ولدي واه ولدي هيا هيا صحا هيا دوك نقول للجماعه باللي راهم عمي وبا يتلاقاو في ديك الدار. هيا صح هيا بقى على خير. اولا مثلا جماعة عندي الان اي حي الموتى ول ها كاع غادي نموت وشكون غادي يقعد فيها؟ يعني لا حقير عليا غير انا يا ودي. هات رباوات والله غير انا اللي عندي الخو هكا كل واحد ربع عندي اخوه. يا هاو حنا نقعد نقابلوهم ول عمي لاباس؟ شوية الحمد لله. ريح ريح. اي عمي كي راك داير؟ اودي هارت علي نقول لك عرني غاية اكو هارت. والله الا توحشناك اودي ولي. انا ما توحشكمش ول، انا تاني وكان عمكم انا الخليفة تاع عباكم. هاوي هاوي ولدي
ايه اش نقول لك اولدي اش نقول لك؟ قول لي. الله يرحم خويا برك الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه مسكين. سابق نقول لكم اولادي ما تنسوش حقي بتاع الورث ها. ديروني في بالكم. هاو. حقك تاع الورث. حقك تاع الورث قام ما يضيعش عمي. الله يبشرك بالخير ها ولدي. انا كنت عارفكم باللي تخلى تراريس موراه. ها عمي انت نبغوك وانت البركه تاعنا ودورو ما يضيعلكش. اودي كثر خيرك اودي اودي. بصح بغيت نقول لك يا عمي. اي. ها النهار اللي جيت عندك وقلت لك با بغى يشوفك. قلت لي. اي. نتلاقاو في ديك الدار. هاو هاو ايش قلت هاو. ونهار اللي كان مريض. وانا جيت عندك. أي. نحوس عليك من دار لدار. قلت لي باللي يا ودي انا نشوفها في ديك الدار. ايه يرني عقل. ونهار الجنازه ثاني جيت عندك. اي. جيت عندك نهار الجنازه. اي. وقلت لك يا ودي يا عمي اروح حضر الجنازه معنا راه با توفى. قلت لي نتلاقى في ديك الدار. هذاك هو الصح. ايوا. اما لا حتى انت تدي حقك على الدور التالي. ها بصح قول لي وين تاكم؟ في ديك الدار. صلة الرحم بكري بكري كان الإنسان يزور الأقارب نتاعو في الأعياد في المناسبات في المرض. كانت المعايدة بسبب أو بدون سبب كانت الناس تتلاقى. اليوم رانا نشوفوا صلة الرحم ما بقتش كيما زمان. علاش؟ واش هي الأسباب؟ بكري كانت صفة واليوم صفة. السبب هي كيما قال الزميل اللي قبلي هي يعني هذا الحدث اللي صار دروك مع التلفزيون والفيسبوك هما اللي طغوا على صلة الرحم. حنا بكري كنا هكا في القرى يعني الفاميليا ما نمشوش نقصروا فيها التلفزيون ولا في السينما، نمشوا نجمعوا نجتمعوا الدار نقصروا مع بعض نشخوا مع بعض يعني ما كيف العيد الكبير ولا في الاعياد الوطنيه نجتمعوا ناكلوا مع بعض، ما بقاتش هذيك الصله. بكري كنا نشوفوا الناس كانت تزاور ما بيناتها، كانت هذا يزور هذا، هذا يتفقد هذا يتفقد هذا، هذا يمشي عند هذا، هذا يحوس على هذا. مي دروك عاود الحالات تبدلت. وعلاه؟ علاش؟ شغل فيها شويه تكنولوجيا، فيها شويه ماده، شويه ولا شغل التليفون ولات هذوك وسائل، كثرت الوسائل بكري ما كانتش كاينه الوسائل والناس كانت تشقى. مشات بزاف ما بقاتش كاع ومن الاسباب اللي زعما قلعتها هي الفيسبوك و وهاد الصوالح وراك شايف. يا نا 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 وش بالراس ودرك تبيض اللحية. شاب الراس ودرك تبيض اللحية ويا قلبي مثلنا في الصغر مقام. يا نا 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 والدنيا ذي فان يحسبها الله دار مقيل. صغري كلها ضاع من بين يديا حتى كبري درك يمشي كل منام. يا هما وجد تعوين نديه معايا انا ولا سبك تعوين نلقاه القدام. الله يرضي علينا الوالدين لميمة. بنادم شي عمل يا نوم تخوم. كان يظل ياكل ما يشبع طبا ودوايات وبنادم مصطوم ومسهسي من الخوف اللي بدا يتوجع من حليب الام الصافي محروم رايب قرع عزاز مسكين وينكع. روق قال له روح نقول لك قال راه لاصقه وراها لاصقه. كيف هذه لاصقه؟ دروك تمشي ما كانش كاع دروك الصاحب ما بقاش في هذه الدنيا. كانت بكري كانوا الحيه الواحده كانت سافر لها 500 كيلومتر معايا ربما تمشي ستوب. دروك كاع يذكروا لك واحد حدا دارك وما تروحش. علاش؟ علاش؟ خاطرش ما بقاتش النيه وما بقاتش البركه. النيه وما بقاتش الثقه. واه مانيش عارف هي الوحده هذه زين هذا يقولها الوعد
تتلحق فيه الناس وتلقى فيه الناس، وكانت النساء الحية كان دايره وكانت كل شيء بغى يروح. بصح علاش 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 اليوم ما بقاتش هذه الصيله نتاع الارحام؟ اخبار مالها الاولين راحوا. بصح هذا الجيل اللي عاود يخلق ما ينجمش يدير كما كبار. قال لك اللي راح لها كبيره راح لها تدبيره، راك فاهم الشيخ؟ صح صح. اش الغالب الكبار اللي كانوا مسقمين الحاجه راحوا. سؤالنا اليوم، صله الرحم اللي جاي من كلمه الرحمه، من كلمه الموده، من كلمه العطف، الحنان، الطيبه، التضامن، الوحده، هذه الصفه نتاع الصله اللي هي الرابط، واش بقات هذه الصفه كما كانت زمان ولا لا؟ ما بقاتش، قليله قليله بزاف، كاع قليله بزاف. مازال يمشوا هاد الكبار وهاد الشيء راه يمشي معاهم. بصح واش هي الاسباب؟ اسباب هادوك على الفيسبوك، هادوك على البورطابل. بكري كانوا والدينا على الزوايل يمشوا يعروا بعضهم بعض. اها، كان اللي يعر بنته، كان اللي يعر عمه، كان اللي يعر خاله. اليوم التبهديل بلوطو وما يمشيلاش، وخوه دار العرس حداه وما يمشيلاش، واحد ياكل رزق خوه وما بقاش. زيد غير هذا، زيد الاسباب. ما بكري كان الخير نتاع ربي، كانت الخيل وكانت العراس وكانت الوعادي والناس تزور بعضها البعض. مشاهدينا الكرام، صلة الرحم تراجعت وما راهاش كيما بكري. الناس بدات تعتمد فقط على الهاتف للتحدث مع الأقارب، وهذا الشيء طبعا سلبي، لأنه من مبادئنا وقيمنا كجزائريين نزوروا أقاربنا. خلوكم مع باقي البرنامج ثم نعود. في هذا الوقت الشين ما بقات المحبة، المحبة مشات يا حسرها زمان، واليوم كل واحد في راسه لعبة، واللي يغفل الداو هالويدان. وشفنا بالزمان عجبة، وشفنا بالزمان عجبة، شفنا الشي اللي ما تقهش العيان. شفنا في الأصحاب ما كاين صحبة، صحبة اليوم كي دياب مع الخرفان. إلا غفلت ياكلوك في ضربة، حذر يا بنادم لا تقرا الأمام. شفنا الأخوت متعادين بلا سبة، شفنا الأخوت متعدين بلا سبة. هذا على هذا غضبان، كل واحد يقول أنا الرقبة، وهم بزوج ما عندهم إيمان. وشفنا الجار من جاره يتخبى، شفنا الجار من جاره يتخبى، كي هذا كي ذاك مبلعين البيبان. وما بيناتهم لا سلف ولا طلبة، وين هي وصايا وينهم الجيران. وشفنا ناس يأكلوا في الحرام والربا، وتلقاه في الصف الأول يقرأ في القرآن. والعقلية ولات كيلو حوش الغابة، واللي يشوف في الآخر خرج له النبان. كل يوم نسمعوا ألف مصيبة، ما كانش من ينهي حتى باللسان. كتر الكذب وكتروا النصابة، وكتر المنكر على كل الوان. وقع الناس ولات حلابة، قليش اللي قانع وفي قلبه الإيمان. خلينا الحدورة ومشينا للعقبة، وما تبعناش يطرقنا نيشان. وحنا يا السياد وحنا ناس الوجبة، وحنا العلماء وديننا خيار الأديان. ديننا دين الحق والسلم والتوبة، وربي سبحانه كرمنا بالقرآن. وتبعنا الغرب ولينا غرابة، تقاليدنا طاحت ونقصت في الميزان. ثقافتنا ولات عجوبة، ما بقى لا فن ولا فنان. غابوا الفنانين راهم في غلبة، ما ولاوش يظهروا في الميدان. غابوا الشعارة وقلوا الأدبة، والكلام القبيح داروا له ديوان. وراه ينباع في المكتبة، والشريع ما ومخ عيان. وغابوا الشياخ وغابت القصبة، غابوا الشياخ وغابت القصبة، غاب العود والكمانجة والألحان. وغاب الحايك وبدأت تغيب الجلابة، ولينا من فرزوج فلانة من فلان. وين ماشية بينا يا عجبة، وين ماشية بينا يا عجبة. سلكنا يا رب من هذا الزمان، وفيق يا بنادم وضرب الحسبة. صفي حسابك قد ما يفوت الأوان، رانا مغرورين ورايحين في شعبة. ويا وحنا غدوة قدام الرحمن، وانا ماني إمام ما نفتك الطلبة،
ماني حاكم ولا سلطان، انا عبد ضعيف صاحب موهبه طهني ربي عظيم الشان، زعافي نقلعها نقلعها في الشارع والكتبه، في الشارع منحون تاجي المحان، واسمي معروف بدي في حر البا بالهواري ولدة المسان. الجزائريين في الطبع نتاعنا عندنا الرجوله، عندنا الخصله، عندنا السخاء، عندنا الكرم، عندنا الطيبه، عندنا التضامن. الجزائريين في حوله في الخارج ماشي هنا، ولكن السؤال اللي نطرحه انا اليوم صله الرحم، كاين الناس اللي مازال باقي عندهم، وكاين الناس اللي خرف كل شيء عليهم. ياه وانا عندي زوج اولاد ساجعين، الصباح نكون راقد ويجوني للدار داري بوحدي، با عندك الدرهم ولا ما عندكش؟ نقول لهم يا ودي خطله، نقول لهم عندي وخطله نقول لهم ما كاش، يعطوني ذيك 200 300 وندعي لهم الله والنبي رسول الله والشعب الكل والدنيا هذه هي. اولا مرحبا بكم قناه الشروق في بلديه عمير، بالضبط في منطقه الشليده. او إذا من بين أسباب اللي خلات هذه الصلة، هناك أسباب اجتماعية وكذلك من بينها كذلك اقتصادية. الاجتماعية هو تدخل في تربية الأبناء، نفور الأبناء في سن مبكرة عن الوالدين، هذا من بين الأسباب. كذلك من بين الأسباب الاقتصادية هو مثلا نفور كذلك الأبناء إلى طالب العمل، وبالتالي جعلهم يبتعدون عن الأولياء نتاعهم، هذه بداية الأمر. كذلك هناك أسباب اجتماعية كذلك نقدر نحصرها دائما اجتماعية تخص بالعائلات في حد ذاتها. هناك كذلك نقدر ندرجوها في تربية البنات اللي مؤخرا نشوف اليوم ما يصبروش بالدرجة الأولى، ما يصبروش للوالدين رغم أنهم هما سوف يصبحون تصبح أم وتهي لها ذرية، ولكن في آخر المطاف لابد من هذا، احنا نوصيو هذا الابناء باش يكونوا سند للوالدين تاعهم، وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى هذه الصله من صلها صلته ومن قطعها قطعته. وهذه صله الرحيم الان صبحت قليله، هذا هو المشكل اللي نتكلموا عليه اليوم. الناس راها متقفه خير من بكري، واعيه وكلنا واعيين، ونشوفوا الدروس ونشوفوا المواعظ ونشوفوا بصح، ولكن الناس البعد، وصلنا البعد. انسان يقول له غير كلمه، خوه يقول له كلمه، اي تقول له الزوجه ولا تقول له ما نمشوش عند خوك، ناقصه شويه بصح احنا ماذا بينا تزيد تطور، راه تطور وتتطور ان شاء الله بالقدره نتاع ربي، ان شاء الله تزيد تطور. احنا نتمناو ان شاء الله تكون صله رحيم، ونتمناها ان شاء الله اللي يديروا صله رحيم هم الكبار، الكبار هما اللي يلموا الشمل ماشي الصغار، لخاطر الكبار هما المسؤولين على هذا المشكل. اليوم القيامه غادي تحاسبوا عليها، اليوم القيامه انا ماذا بيا؟ كما قال لك انا عندي خويا من الوطن وعندي خويا من الوطن، ما ندابس خويا اللي في الوطن، ما ندابس خويا من الوطن، والا هو دابسني انا ما ندابسهش، انا خاصني نربحه امام ربي. هذه اللي نتمناو ان شاء الله يا ربي، احنا امه اسلاميه وخاصه المغرب العربي، ليبيا، تونس، الجزائر، دوله واحده، ويوحدنا القران، يتوحدنا وحده لا اله الا الله محمد رسول الله. كان الناس اللي نشوفهم يدخلوا الجوامع على ذاك، يدخلوا ولكن يمشي يصلي كل شيء ومتخشى، ولكن راه داير مشكل كبير موراه، مدابس خوه هذه عام ما هضرش معاه، في رمضان ما يركبش عليهم، في العيد الاضحى ما يركبش عليه، ويقول لك صلة الرحيم. صلة الرحيم تبدا بك انت الاول، راك تواجه ربي خمس وقات في النهار، يعني انت اللي تشمل الشمل، كون هذا دابس مع هذا تلاقيهم، ودير اي حاجه خصك بالسيف عليك، هذه هي. عاود عاود الدور 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 الدور، وشبك ربي حتى لعندك. اروى نقول لك لا غرنا على الشيطان، انت اللي راك تدور الدور، راك تدور بيا غلا ربك، انا البورتابل بعته لك مليح. البورتابل خاسر، رد لي دراهمي دروك. انا ما نعطيكش دراهمك لا غور، انا جريتها سييتها ما عندي ما ندير لك. ما يقبلش لا شارج، ما يقبلش. يا ماشي ما يقبلش لا شارج، قال لي ابوك انت بدلت الباتري لا غور، على بالك راني تنرف دروك، انا راني الروب لا غلا دروك. واش انا عندي؟ لا واش انا عندي؟ شوف نعال الشيطان. والله واش انا عندي؟ انا كوسميتيك، انا بدل الباتريات. ريض نعال الشيطان، واش بيك انت معاه؟ هذا خلا ربك بعت له بورتابل مخير
دروك راه جاي يقول لي رد لي الدراهم. يا ودي بردخني. هذا راك عارفه شكون؟ وين عارف انا اخلا دربه انا هذا شكون؟ هذا ولد عمك ولد بلقاسم. شوف فيه ملاح. هذا ولد عمي بلقاسم. ايه انت ولد عمي. ودي ولا لا غير اسمع لي غير. ولد قويدر. يا ودي والله لا تشبه له. يا ودي غير اسمع لي لا غير ولد عمي انا والله ما عرفتك. هي الحقيقه الديفو ماشي فينا. ديفو في والدينا اللي مراهمش يزوروا بعضهم بعض. بصح والله الا اسمع لي يا ولد عمي روان عنقك اغلى دار بك راك داير. يا ولد عمي كي راك لاباس غايه صعب لاباس غايه لاباس غايه بالك على حاجه تاع والو راكم مدابزين عليها. هي في الحقيقه انا بردقتها ولا لا بعث لك البورتابل خاسر. بصح يا ودي انا ما عرفتكش بلي ولد عمي. يا ودي انت اللي اسمح لي انا يا اللي بديت الباطري. بصح ما عرفتكش بلي ولد عمي. سما باك راه غايه راه لاباس راه غايه. على غربك ولا لا راه مخسر معناك اللي عباك كلا الورث وما ردناش دراهمنا. يا باك هو اللي كلا الورث وما ردناش. يا باك روان نقول شوف والله الا ما راكش عايش عندنا من الدار. شوف والله الا راه عندنا من الدار. شوف ما تنرفينيش. صحيت 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 صحيت. قال لي حاولوا يا ربي يا ذي الناس راه غضبان ونقلب الشيانو احنا يا خسرنا. كيف انا اعرف ربي انا راه غضبان؟ ما بقاش البركه ما بقاش شي البنا. الدنيا ذي فاني يحسبها الله دار مقيل وليا دار الخيال للظهر خمل. اي الشلايده هذه الله يحفظ الوعده هذه مواليها قولوا امين. هذه الوعده الله يحفظ مواليها اصحاب الخيل اصحاب الطعام الله يعطيهم الخير. بارك الله فيكم. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام ليصل رحمه يوصلها الله سبحانه وتعالى. اذا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. عمر البرنامج انتهى. نعطيكم موعد الاسبوع المقبل في امان الله.